الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله يا رحمه الله الواسعه ويا باب نجاه الامه يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. المفاهيم الاخلاقيه في القرآن الكريم اخذت حيزا واضحا وكبيرا من اياته الكريمه وسوره المباركه. وللقرآن الكريم أسلوب خاص في بث المفاهيم الأخلاقية حيث أن هذه المفاهيم الأخلاقية لم تهتم بها أو ترعها سورة معينة كأن نقول هناك سورة باسم سورة الأخلاق أو سورة السلوك ما عندنا هكذا في القرآن القرآن الكريم يبث مفاهيمه التربوية، الأخلاقية، القيمية، التغييرية ضمن مختلف الآيات، وضمن التنوع الموجود في القرآن الكريم للموضوعات التي تناولها، قضايا عامة، قضايا خاصة، مع الصديق، مع العدو، موقف معين، تنزل آيات القرآن الكريم وتتضمن قيم أخلاقية، مستويات أخلاقية، إشارات تربوية، ولهذا من يقرأ القرآن الكريم يستوعب هذه القيم الأخلاقية شيئا فشيئا عملا تراكميا من خلال قراءته لآيات الكتاب العزيز. ولو أننا تأمنا في هذه الآية الكريمة التي يذكر المفسرون أنها نزلت في حبيب النجار ذلك الذي يعرف بصاحب آل ياسين الذي جاء لكي يحث مجتمعه على الإيمان بنبي أرسله الله إلى تلك الأمة في تلك الحقبة الزمنية هناك تأملات في موقف هذا الرجل قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أولا نلاحظ أن القرآن الكريم لم يوظف مواقف الأنبياء عليهم السلام فقط في العمل التربوي والتغييري الذي أراده الله من هذا الكتاب الكريم وإنما وظف كل المواقف النبيلة. كل المواقف ذات البعد التربوي ذات البعد الرسالي من انبياء عليهم السلام او من اتباعهم ولهذا جاءت هذه الايه لتخلد موقف هذا الرجل الذي دعا قومه الى الايمان بالنبي الذي انزله الله ارسله الله في ذلك في تلك الحقبه الزمنيه الخاصه إذن القرآن وظف جميع المواقف سواء من أنبياء أو من آخرين الشيء الثاني أن حبيب النجار هذا هو أحد ثلاثة من السابقين أو السباقين في الأمم في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله السباقون ثلاثة حسقيل مؤمن ال فرعون كان سباقا للايمان بموسى عليه السلام. وحبيب النجار صاحب ال ياسين. والثالث من السباقين علي بن ابي طالب سلام الله عليه الذي كان سباقا للايمان برسول الله صلى الله عليه واله ولهذا لما تزور امير المؤمنين عليه السلام تقول السلام عليك يا اول القوم اسلاما واقدمهم ايمانا. اذا هنا السابقيه ان يكون الانسان مبادرا الى الموقف النبيل ان يكون سباقا الى الاعمال الصالحه درس اخلاقي تربوي تغييري مهم والسابقون السابقون اولئك المقربون ولهذا القرآن الكريم لا يميز بين عملين رائعين وطيبين وجميلين لكن يجعل هذين العملين مرة فوق مستوى نفس العملين في مرة أخرى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، ما الذي تغير؟ هذا انفاق وقتال في سبيل الله، وهذا ايضا انفاق وقتال في سبيل الله، الفرق واضح، البعد الزمني، هناك انفاق وموقف رسالي في الظروف الحرجه، في الظروف الاستثنائيه، في ظروف المؤمنون فيها مطاردون، الاسلام فيها محاصر، فرق كبير بين من يؤيد الاسلام واهله وكل من حوله يدعمونه ويؤيدونه وبين من يقوم بهذا العمل في الظروف القاسيه والحالات الاستثنائيه ايضا هذا درس اخر من دروس هذه الايه ان يعود الانسان نفسه ان يكون سباقا لاعمال الخير عن نبينا الاعظم صلى الله عليه واله من سن سنه حسنه فله اجرها هو الذي يسبق يقوم بعمل طيب يجعل من هذا العمل قدوة للاخرين، يستن به الاخرون. من سن سنة حسنة فله اجرها، وهذا يفتح افاق كبيرة امام كل انسان مسلم. ان يقوم باي عمل طيب، ان يبتكر، ان يكتشف، ان يخترع طريقة معينة تقرب الناس الى الله. تنشر الفضيلة في المجتمع. تعين على مكارم الاخلاق باي اسلوب باي طريقه موقع معين من مواقع التواصل الاجتماعي فكره معينه انشاء جمعيه خاصه وهكذا قضيه مفتوحه امام الانسان المسلم من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه الموقف الثالث المستفاد من هذه الايه الكريمه ان الايمان امر وضعه الله تبارك وتعالى في قلوب الناس ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم كل انسان منصف يقول العلماء المختصون لا تجد عالما حقيقيا ملحدا العالم الحقيقي الذي يعرف قيمه العلم ويحترم نفسه ويقول الحقيقه لا يمكن ان يكون ملحدا لان كل عالم من خلال تخصصه من خلال تميزه في علمه يكتشف طرائق غريبه ومعادلات دقيقه وأبعاد ابعاد مترابطه مما يستحيل انها تنطلق من لا شيء أو تنطلق من طبيعة عمياء لا بد من وجود الخالق أحد العلماء ديكر سيبريس عنده كتاب اسمه الشهادة The Witness هذا الرجل ينقل هذه القصة ظفر الإسلام في كتابه الإسلام يتحدى يقول هذا العالم رجل مختص كان من الذين يدعون الإلحاد نظر ذات يوم يقول نظرت إلى أذن طفلة الصغيرة شفت أذنها الخارجية صيوان الأذن شو مركب بهذه التركيبة هاي الأذن شو مخلوقة بهذه الخلقة بوق استيعاب رادار يستقبل الأصوات بتركيب معين من غضروف لا هو عظم ولا هو لحم يقول أنا من خلال تأملي فقط في أذن طفلة الصغيرة اقتربت من ان اصل الى الايمان لا ثم تركت التفكير يقول حتى لا اصل الى الايمان بوجود الخالق وهذا عناد عناد للعلم عناد للطبيعه الفكريه عناد مع الفطره التي اودعها الله تبارك وتعالى في قلب كل انسان اذا هناك ايمان موجود في قلوب البشر وقد يتعامل الانسان عن هداه أو قد يكابر ويعاند طبيعة نفسه التي تدعوه إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا درس ثالث من دروس موقف حبيب النجار الذي أشارت إليه الآية الكريمة. الدرس الرابع الذي نريد أن نقف معه فترة أطول من الدروس السابقة لو أننا رجعنا إلى تأريخ هذا الرجل وموقفه. رجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى دعا الناس الى عباده الله الى الايمان بالنبي الذي ارسله الله تبارك وتعالى لهم ماذا كان موقف مجتمعه منه صدوه واعرضوا عنه وكذبوه بل ان هناك روايه تقول انه اردي قتيلا في سبيل الله مضى شهيدا دفاعا عن ذلك النبي زين إنسان يواجه من قبل مجتمعه مواجهة عنيفة يكذب يهان تحاك حوله الشبهات ثم يعتدى عليه فيقتل مثل هكذا إنسان ماذا نتوقع أن يكون موقفه يوم القيامة مزيد من الدعاء على ذلك المجتمع بأن ينتقم الله منه ذلك المجتمع من أن يدمرهم من أن يمحقهم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، عجيب موقف هذا الرجل مع كل هذا الايذاء الذي ناله من مجتمعه مع كل هذه المواقف السلبيه المؤلمه التي المت به وهو يدعوهم الى الخير يدعوهم الى الصلاح يدعوهم الى الهدى بعد كل هذا يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لم يحقد عليهم لم يكرههم بل كان يتمنى هدايتهم وهذه سمه من اروع السمات التي يجب ان يتميز بها الانسان المؤمن الانسان المسلم كلما تعمق الانسان في الايمان بالله تبارك وتعالى ازداد حبا للاخرين ولهذا لا يمكن ان يجتمع الحقد والايمان في قلب واحد لا يمكن ان تجتمع الكراهيه مع الدين الذي هو الحب كما قال الامام الصادق عليه السلام وهل الدين الا الحب انا قد اجد انسانا منحرفا انا لا اكرهه اكره الانحراف الذي فيه واتمنى ان الله يهديه ويبتعد عن ذلك الانحراف أنا أشوف هذا الإنسان المذنب يرتكب هذه المعصية، يرتكب هذا الذنب. أنا لا أكرهه بل اكره المعصية التي تورط بها، الذنب الذي أكبه على وجهه. وأدعو الله وأسعى جاهدا وأتمنى له الهداية. فرق كبير بين أن تعيش الحب للآخرين والتفكير بهدايتهم والسعي الى ذلك وبين ان تتعامل مع مجتمعك تعاملا سيئا تعاملا سوداويا ولهذا ونحن نعيش هذا الشهر الكريم ينبغي علينا ان تبدا عمليه تغيير في مواقفنا نحو الاحسن ونحو الافضل ومنها ان نبتعد عن الاحقاد ان نبتعد عن ثقافه الكراهيه ما استطعنا الى ذلك سبيلا ولهذا من وصايا الامام الصادق عليه السلام قبيل شهر رمضان ولا تدع في قلبك حقدا على احد الا ونزعته حتى تعيش شهر رمضان وابعاد هذا الشهر في محبه ووئام مع الاخرين يقول الإمام أمير مين عليه السلام: الحقد من طبائع الأشرار. كيف نميز الإنسان الشرير من غيره؟ أن الإنسان الشرير يحقد على الآخرين. لا يعرف راحة وقد قيل في الحديث: لا راحة لحقود ولا مودة لحقود. الحقود هو الذي لا يرتاح لان دائما يحقد على الاخرين وهذا الحقد هذه الكراهيه تكون سببا في شبكه من المواقف السيئه في تراكمات سلبيه يعيشها ذلك الانسان الحاقد لانه يعني قد تؤدي به الى يعني ان يكون مسببا للفتن والمشكلات سبب الفتن الحقد الإنسان لما يحقد كلها أقوال علي عليه السلام حينما يحقد على إنسان يفتعل معه مشكلة قد يؤدي هذا الحقد إلى حرب إلى مواجهة إلى افتعال كذب إلى تشويه سمعة ومع الأسف يعني أصبحت الآن بعض مواقع التواصل الاجتماعي يستغلها البعض في الإساءة للآخرين عنده مشكلة ويا هذا الإنسان يحقد عليه يكرهه ينفس عن هذا الحقد ينفس عن هذه الكراهية من خلال موقعه الذي عنده من خلال المنصة التي يمتلكها في جهازه جهاز الموبايل مشترك في هذا المنصة أو ذلك الموقع أو هذه القناه او الى اخره ويبث من خلالها احقاده وهذا الكره لما يسيطر على قلب يعمي الاخرين ويصمهم يقال ان ايه الله الشيخ عبد الحسين الاميني رحمه الله عليه صاحب تفسير الغدير او صاحب كتاب الغدير موسوعه الغدير كان قد ذهب الى إحدى الجامعات التي فيها مكتبة ضخمة. واستأذن أمين المكتب أن يبقى هناك حتى ينتهي من أعماله. يقول: فرأيت أمين الجامعة وكان رجلا يبدو عليه أنه صاحب دين وكذا، لكن وجدته حاقدا على أهل البيت عليهم السلام. ثم أنني يقول رأيته ذات يوم وهو يتناول الطعام في شهر رمضان قلت أمريض أم مسافر؟ قال لا ولكنني أعلم أن من لا يحب أهل البيت لا يرضاه النبي، لا يحبه النبي وبالتالي لا يحبه الله فأنا لماذا لا أفطر وأتناول الطعام؟ أقول سبحان الله قلت له أنت هكذا تؤمن بأهمية الموده للبيت لان الله عز وجل يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى قالوا قربانا ام قرباك يا رسول الله قال بالقربى وما تزال ابيات الامام الشافعي التي يحفظها الصغير والكبير يا ال بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له اللهم صل على محمد وآل محمد إذا مشكلة البغض والكراهية قد تؤدي إلى مواقف ينتج عنها والعياذ بالله يوم القيامة دخول جهنم ولهذا مع الأسف ازدادت حالة الكراهية في الكثير من مجتمعات الاسلاميه مع موجه الارهاب الذي من مهمته اشاعه الكراهيه والحقد وتمزيق المجتمعات وتشكيك البعض في البعض الاخر ولهذا النبي صلى الله عليه واله يدعونا دائما الى ان نواجه هذا الحقد إلى أن نواجه هذا الكره بأساليب متعدده النبي صلى الله عليه واله يقول: حسن البشر يذهب بالحقد، هذا الإنسان شويه تلقاه متشنج وياك متأذى منك حاسدك ابتسم في وجهه حسن البشر يقول النبي صلى الله عليه واله لما تبتسم بوجهه لعل ذلك يخفف شيئا ما من غلواء حقده وكراهيته ولكن نتامل قول علي عليه السلام وعلي هو امير البيان امير الحكمه يقول احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك انت اول ابدا بنفسك كل واحد خليه يبدا بنفسه خل يخرج هذا الحقد على الاخرين وكراهيه الاخرين يخرجهما يخرجهما من قلبه وصدره حتى تصل رساله من عالم الارواح عالم القلوب الى القلب الاخر الى الروح الاخرى بان فلان لا يحقد على فلان وبان فلان لا يكره فلانا ما اروع الانسان أن يعيش ضمن مجتمع يحبه ويقدره ويرعاه وما أتعس بالإنسان أن يعيش في مجتمع يبغضه، يكرهه، يحقد عليه، لا يرى له خيرا ولهذا الإمام الكاظم عليه السلام يقول: من قواسم الدهر جار يكتم كل فضيلة وينشر كل سيئه والعياذ بالله يقول علماء النفس التربوي ان الانسان اذا عاش في مجتمع في بيئه مجتمعيه وهو يعتقد انهم يحبونه يعتقد انهم يريدون به خيرا سوف يكون هذا الانسان انسانا منتجا، انسانا معطاء، انسانا متفائلا صاحب مشاريع راقيه وبالعكس لو ان انسانا عاش في بيئه مجتمعيه يعتقد انها لا تحبه في مجتمع يبغضونه يكرهونه يحقدون عليه لا يريدون به خيرا سوف ينكف على نفسه يكون انسانا منطويا على ذاته يعيش الاحباط وقد تتولد من هذه مواقف سلبيه ونظرات تشاؤميه ولكن الانسان المؤمن درس يستفيده من موقف هذا العبد الصالح حبيب النجار مع كل تلك الالام والسيئات في مواقف قومه حتى مضى في سبيل الله قتيلا وشهيدا يوم القيامه حينما يقال له ادخل الجنه يتذكر قومه الذين اذوه والذين اشبعوه حقدا وكراهيه وبغضا والما ومعاناه يتذكرهم بالخير قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وعلى هدي القران الكريم وعلى مفاهيم هذا الكتاب الذي اراد الله تبارك وتعالى ان يكون خيرا للامه وخيرا للمجتمع فعلا ترى الانسان كلما اقترب من كتاب الله وعاش اثاره الايجابيه وتفاعل مع دروسه الانسانيه كان هو الافضل كان هو الاحسن الله تبارك وتعالى يحثنا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم هذا القران كتاب حياه توصيات النبي صلى الله عليه واله لكم منهاج حياه توجيهات اهل البيت عليهم السلام لكم طريقه للنجاه وللخير وللسعاده وكلما كان الانسان مترفعا عن الاحقاد مترفعا عن الكراهيه سما موقعه امامنا موسى بن جعفر ذات يوم يدخل المسجد مسجد جده المصطفى صلى الله عليه واله وإذا به يواجه من إنسان يشتمه ويشتم آباءه عليهم السلام الغريب أن يصل الحقد على أهل البيت إلى هذا المستوى ماذا صنعت هذه الأمة بأهل بيت رسول الله أراد بعض أصحابه عليه السلام أن يؤدبه قال أتركوا هذا الأمر علي سأل عنه من هذا الرجل؟ قيل هذا الرجل مزارع عنده مزرعة في المكان الفلاني في اليوم الثاني ذهب إليه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لما راه قال ارجع أفسدت علي زرعي لم يكلفه الإمام وصل عنده سلم عليه رد عليه السلام مغضبا جلس الإمام عنده أخذ يحادثه أخذ يباسطه في الحديث إلى أن فتحت أساريره انحلت العقدة اللي عنده كلام جميل وكلام طيب والابتسامة على وجه الإمام سلام الله عليه ثم أنه سأله قال كم غرمت على زرعك هذا قال غرمت مئة دينار خسرت أنفاق مئة دينار قال وكم ترجو أن تربح قال أتريدون أن نعلم الغيب بعد إلى الآن متشنج قال لا لكن عادة كل فلاح لما يزرع يتوقع أن الله عز وجل سوف يكون يعني نتائج زراعته ونتائج جهده كذا مبلغ قال أرجو أن أربح مئتي دينار فأخرج الإمام عليه السلام صرة فيها ثلاثمائة دينار وقال هذه لك وزرعك على حاله بارك الله لك في زرعك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته هذا رجل ذهل هو الذي كان يشتم الامام الى الامس القريب، والامام يزوره ويتباسط معه في الحديث ويعطيه هذه الهديه الكبيره، والامام هو الرقم الاول في المسلمين سيد قريش، سنام العرب، ليس انسانا عاديا ولا انسان بلا اتباع ولا مريدين ولا تلامذه. لكن هاي الأخلاق هذا القرآن المتجسد في السلوك فحينما كان يرى الإمام الكاظم بعد ذلك يرفع صوته داخل المسجد النبوي الشريف ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته فتعجب أصحاب ذلك الرجل قالوا له ماذا قلت قال اسكتوا الله أعلم حيث يجعل رسالته أصحاب الإمام جعفر عليه السلام يا ابن رسول الله هذا رجل تغير قال نعم هذا أفضل أم ما أشرتم به علي أفضل؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يوم الفتح ما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، لا حقد ولا كراهية في قلب النبي، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهكذا سار الحسين على نهج جده المصطفى. صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين كيف واجه الحسين تلك الامه وذلك الجيش الذي خرج لقتاله وتجمعت كلمتهم على اسخاط الله تبارك وتعالى في قتل ذرية نبيه المصطفى صلى الله عليه واله في الطريق يأتي الحر مع ألف فارس وقد أنهكهم العطش فقال حسين أسقوهم الماء ورشفوا الخيل ترشيفا هذه الأخلاق الكريمة عجبا لهذا الخلق هل أقبلوا كل إليك بروحه لك فادي لكنهم ما وزنوك نفاسة أن يقاس الذر بالأطوادي ووقف يوم عاشوراء يا ترى كيف واجه اولئك تلك المواقف كيف جازوا وكافأوا تلك اليد التي سقتهم ماء على ظمأ، تلك العين التي نظرت اليهم بالرحمه والاشفاق ذلك القلب الذي خفق حبا لهم ودعاء لهم ان يستقيموا وان يعودوا الى رشدهم واجهوه بتلك المواجهه العنيفه لم يكتفوا بقتله وانما وقف عليه مالك بن النسر وقد سرع الحسين سقط على الارض يمد يمينا ويقبض شمالا رفع ذلك اللعين سيفه ضرب الحسين ضربة أطبق بها حاجبيه على عينيه يا للقساوة يا لي الموقف الذي سوف يقفه هؤلاء الظالمون امام رسول الله، باي وجه يواجهون نبي الرحمه الذي اوصاهم باهل بيته خيرا؟ قال الحسين: لا اكلت بيمينك ولا شربت بها وحشرك الله مع الظالمين، فيما تتهادى الى مسامعه اصوات نسائه اصوات اخواته اصوات بناته وعيالاته من ليح من بعد الحسين ومعتصم ان جل خطب فادح وبنا الايم ناديت لما غاب بدر سنا الكرام يا غائب عن اهله أي اتعود ايام تبقى الى آي يوم المعاد مغيبا يَا لَيْتَ غَائِبَنَا يَعُودُ لِأَهْلِهِ فَنَقُولُ آيَهْ لَنْ بِالْحَبِيبِ وَمَرْحَبًا أَنَا هَمْ يُصِيرُ دَهْرِي بكم يعود آه 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 يبد الفرح وانزع هدوء من السود آه هم طيب الليالي وتريد اللي اناردود آه آه آه, آه 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 يقول المحققون أن زينب لم تلتقي بأخيها نهاراً نعم متى كانت آخر مرة ترى فيها الحسين جسدا وودعته ليله الحادي عشر خرجت في ذلك الليل البهيم تتعثر بجثث القتلى الى ان وصلت الى جسد اخيها ابي عبد الله رات اكواما من الحجاره السهام المتكسره السيوف المتقطعه الرماح المتشابكه ازالت كل ذلك قارنت يديها تحت صدره لانه كان سلام الله مكبوبا عليه مكبوبا على وجهه قرنت كفيها تحت صدره رفعته الى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لدينك ثم أنها أرادت أن تقبل أخاها من أين تقبله وقد وجدته جثة بلا رأس أنا كنت يوم الذي ما شوف ملقاك تظل روحي حزينة لما نلقاك ادري شلون هذا اليوم فرقاك أحم الضائعة يا بعدك ضعنا بيد النائبة يا بوادي أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك فرج عنا ارحمنا عافنا واعف عنا غير سوء حالنا بحسن حالك لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا ابعد هذه الجائحة عنا واشف المصابين بها شفاء قريبا عاجلا المؤسسون تقبل اللهم عملهم بأفضل القبول إلى أرواح أمواتهم أمواتكم أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من أهداهم ثواب الفاتحة